برشا. شو رايك في الحكومة وفي المجلس؟ اسكو انت كتونسي يمثلوك؟ والله اسمعني، انا كتونسي ما يمثلونيش لا حكومة لا مجلس لا شعب لا حتى واحد. توا عندهم 10 سنين وهما يكذبوا علينا كل مرة، وهما انا باش نحسن لكم من وضعيتكم، انا باش نخدموكم، انا باش نعملوا لكم، ما فما شيء. 10 سنين ونحنا نستنوا فيهم باش يعملوا لنا حاجة وما عملوا لنا شيء، وحتى واحد راهو يستنى منهم باش يعملوا له حاجة. يعني شفت توا 20 سنة اخرين قدام وما يعملوا لنا شيء، ومش ينفعونا بشيء، زعم كان يعبوا لرواحهم وكهو. هي 30 سنة و 60 سنة سنوات متعاقبة، الشيء اللي صار الشعب خلاه ينفجر، مش هو 10 سنين بركة، مش حكيت 10 سنين راه، وراه باش يجي زايد ولا عمر، راه مش باش يصلحوا، راه اللي منصلحوا رواحنا الساعة، نصلحوا رواحنا نمشوا في الثنية الصحيحة، ومن بعد بقدرة ربي نتصلحوا وتتلاقي لتونس إن شاء الله. أنا مقاطعته المجلس. على خاطر هو بالنسبة لنا نحن مسرحية فاشلة على جميع الأصعدة. بالنسبة للتونسي كره السياسيين، أنا شخصيا كرهت السياسيين الكل وما عادش عندي فيهم حتى ربع ثقة، وكان نلقى نقص صبعي اللي انتخب مدلي نمدلك، ولا هم عاملين قيمة لا للبلاد ولا لشبابها ولا لشيابها ولا لصغارها، ما همش عاملين قيمة لحتى حد. وبصدق أنا نتمنى تصير ثورة، يا اللي يعيش سيد شخصيته وكرامته وصدقه وإخلاصه له البلاد يموت عند ربي خير. بالنسبة للي صار البارح، ما تشوفنا التضارب في أقوال الأعضاء تاع مجلس النواب، وتشوف معناها نشوف في عرك نتاع شوارع هذا، وتناقض في كلامهم، كل مره يحكوا حكايه يخرجوا المواطنين يهيجوا الشارع التونسي، ومن بعد يرجعوا في تحت قبه المجلس تصير برشا حكايات اخرى، الله اعلم شنو، كل واحد يبيع في ذمته لشكون. معناها البارح صارت ارقام قياسيه في المصادقه على الحكومه هذه. بالنسبة لنا احنا كشعب تونسي، اللي طالبوا التونسي المواطن، اللي طالبوا المواطن التونسي ما يتلبيش في حتى دولة. راه نحن طلباتنا الشعب التونسي، الحاجة اللي يحب يتمناها الشعب التونسي ما تلبيش في حتى في أقوى دول العالم. راه التونسي يحب ياكل مليح، يحب يلبس، يحب كرهبة، يحب كذا، واحنا معناها الأغلبية متاعنا في القاوي، معناها تشوف رانا بالحاجات هذه ما نتطوروش. احنا قعدنا ضحية، اللهم كان ربي ينقذنا، كان ربي رحمة من عند ربي، راهي بلادنا بقدرة ربي ننتصروا، وبلادنا راهي باهية برشا ومزيانة برشا، وتاريخها معروف وفي العالم معروفة، عبادها زادة طيبة، نحبوا العباد، نحبوا حتى اللي يجيونا من بلدان أخرى، كسوا مسيح يهود مهما تكون الملة نتاعو، نفرحوا بيهم. أنا واحدة من الناس صار علي يجوني حتى لداري ونفرح بيهم، ويعني يتبهوا بينا، هما بيتهم احنا حاجة ميزة كبيرة عندهم. راهي تونس عندها قيمة كبيرة في الأوروب، ها، وما الشيء هذا ما كانش الناس تخاف، الناس تحترم، لا فما بركاجات، لا فما استغلال، لا فما لهف، لا فما سرقة، لا فما مصالح، تلقى الناس تحب بعضها، من حتى العشرة، حتى كي ترانا، حتى بصراحة ما نجمش، شيء ما يتوصفش، شيء يبكي، أقسم بالله شيء يبكي. بلادنا مش تبكي عليها بالدموع، تبكي عليها بالدم، خاطر بصراحة مش نتحرموا من برشا حاجات، وولادنا خسارة وكهو، هما كل حاسبين الواحد ينفخوا في كتابهم، ولاو بندية مجلس النواب ولا نتاع كلوشارات، هذاك مجلس تي شي يعمل العار، تي كان ما يعاديوهمش خير، تي ناس كلوشارات في المجلس يدوروا، فهمتش كيفاش هزين الكرطابة وداخلين ويفرضوا في رواحهم ويتكلموا، وهما ساسهم خايخ من لوطة، كانت برباشهم تلقاهم حاشاك خايخين شي، شم الريحة اللي كنا تهرب. من الأعمال نتاعهم ومن الشيء اللي يعملوا فيه، يصفيوا في حساباتهم يصفيوها في ديارهم، يصفيوها في زنق في الحوم نتاعهم، مش يصفيوها غادي على حسابنا نحنا، ها؟ تفكرونا نحنا اللي الناس مشات كادون البحر، الناس مشات للجبانة، تونس شعبها كلاه الجاكلات والجبانة، وكلاه البحر عليه، هكا، ها؟ حماة الحماء، قد في عروقنا الدماء. نموت ويحيى الوطن، يلزمنا يا نموت يا يحيى الوطن، من اجل فداء، من اجل اولادنا وشبابنا وتونس ومستقبلنا، خاطر الشباب هي تونس، المستقبل هو تونس،
النجاح هو تونس، الوطن هي تونس، الوفاء هي تونس، المحبة هي تونس، تونس.